السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في هذه الفقرة هذه إن شاء الله غنتكلموا على يعني الأمر الأساسي اللي لا يمكن أي تلميذ يفهم شي حاجة في الرياضي إلا ما كانش يعرف هذه الأمور هذه. بالنسبة للتلامذ اللي انقطعوا على الدراسة قبل السابعة، ما يعني ما سبقش لي يقرا السابعة نهائيا، شنو كان تيعرف هاد التلميذ هذا؟ كان تيعرف مثلا، او التلميذ مثلا اللي قرا حدو السادس مثلا، كان تيعرف الاعداد 4 3 4 5 10 الى غير ذلك، كان تيعرف الاعداد العشرية 2.5 0.3 الى غير ذلك من الاعداد. اذا كان تيعرف هاد الاعداد. اشنو كنا كنسميو هاد الاعداد؟ كنا كنسميوهم الاعداد العشرية. كنا كنسميوهم الاعداد العشريه، ولكن هاد الاعداد كلهم اعداد موجبه، اعداد موجبه. من طلعنا للسابعه ولينا تنعرف واحد النوع جديد من الاعداد، كلينا تنعرف واحد النوع جديد من الاعداد. شنو هما هاد الاعداد؟ كنا سميناهم او لا سميناهم في السنه الاولى الاعداد العشريه النسبيه. الاعداد العشريه النسبيه تضافت لينا هاد الكلمه ديال النسبيه. اذا هاد الكلمه النسبيه شنو تنعنيو بها؟ ولاو عندي نوعين من الاعداد، كاينين اعداد موجبه واعداد سالبه. اذا ما غندخلش في التفاصيل ديال من جهه الاعداد العشريه وبالتفاصيل كما كيتقرا في السنه الاولى اعدادي، ولكن حنا بغينا ناخذ الامور الاهم. اذا غتحاول تقبلها بحال هكذايا في انتظار مع المده ان شاء الله تستوعبها اكثر. اذا عندي، الا كانت عندي ثلاثه، هذا كيتسمى عدد موجب. عدد موجب، علاش عدد موجب؟ حيت هنايا حنا راه عندي واحد الاشاره زائد، بحال عندي زائد ملي تنقول عندي 3 دراهم، يعني راه زائده عندي 3 دراهم. بالمقابل ولاو عندي واحد الاعداد سالبه، ولاو عندي واحد الاعداد سالبه، ولا يصبح يمكن ليا نكتب مثلا ناقص 5، او واحد العدد ناقص 5، هذا كيتسمى عدد سالب. اذا اشنو هما الاعداد العشريه النسبيه؟ هما اعداد عشريه، ولكن تزاد عندي واحد 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 المفهوم جديد، هو العدد يقدر يكون موجب ويقدر يكون سالب. اذا الا كان قبل منه اشاره زائد كيتسمى عدد موجب، والا كان قبل منه اشاره ناقص كيتسمى عدد سالب. هاد العدد الموجب، اذا خلينا نبقاو هنايا. هاد العدد الموجب هذا ولينا كنقولوا عنده جوج الحوايج. عنده هذا العدد، هذا القيمه هذه اللي هي 3، ها هي غنشدها غنحطها هنايا، كتساوي 3. شنو عنده قدامه؟ شنو عنده؟ عنده الاشاره زائد، عنده الاشاره زائد، غنشد هذه الاشاره غنحطها هنا، ها هي غتولي زائد. هاد 3 شنو كنسميها؟ هاد 3 شنو كنسميها؟ كنسميها المسافة عن الصفر. كنسميها المسافة عن الصفر. انا غنشرح دابا هنا شنو تنعني. كتسمى المسافة عن الصفر، وهاد الزائد كتسمى الاشارة، كتسمى الاشارة. هاد العدد ناقص 5 حتى هو نفس الشيء، عنده العدد 5 وعنده مسبوق بواحد الاشارة اللي هي ناقص. هاد 5 شنو كتسمى؟ كتسمى المسافة عن الصفر، المسافة عن الصفر. وهاد الناقشة شنو كتسمى؟ كتسمى الإشارة ديال العدد. إذا بالنسبة للعدد 3 عنده الإشارة زائد وعنده المسافة عن الصفر اللي هي 3. بالنسبة للعدد ناقص 5 عنده المسافة عن الصفر، كنشوف هذه هي المسافة بلا إشارة، هاد 5 هي اللي كنحطها هنا كتسمى المسافة عن الصفر، وهاد الناقص كتسمى الإشارة. إذا باش نستوعب هاد الأمور كناخد واحد المستقيم، كناخد هنايا الأصل اللي هو أو، كنسميه أو، وكن يعني بحال كنسميوه حنا مستقيم مدرج، مستقيم مدرج كتكون عليه تدريجات. يعني حتى في الإبتدائي راه تيكون عندنا بحال هاد المفهوم هذا، كنخدموه في الأعداد العشرية. هنايا تنحط العدد صفر،
هنا تتكون عندي واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى غير ذلك. دابا شنو اللي تزاد عندي دابا هنايا؟ هو تزاد عندي العكس ديال هاد الأعداد هذه، ولات عندي ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة ناقص أربعة ناقص خمسة إلى غير ذلك. هاد لابارتي هذه، هاد لابارتي الأولى اللي كاينة ليمن ديال صفر، كتسمى الأعداد الموجبة، الأعداد الموجبة. وهاد الجهة اللي على اليسار، هاد الجهة اللي على اليسار كتسمى الأعداد السالبة. هادشي اللي قلنا، حنا خدينا مثال موجب ومثال سالب. الصفر كاين الوسط، ها هو الصفر كاين الوسط. هنايا كاين الأعداد الموجبة وهنا كاينين الأعداد السالبة. دابا غنبقاو نخدمو بهاد العدد اللي خدينا اللي هو ثلاثة وخمسة. دابا أنا عندي زائد ثلاثة. دابا أنا هنا عندي زائد ثلاثة، فين هي زائد ثلاثة؟ إذا بما أن عندي زائد يعني راه غنمشي على اليمين. فين هي زائد ثلاثة؟ واحد اثنان ثلاثة. إذا هذا العدد هذا أشنو سميتو؟ زائد ثلاثة، يعني ثلاثة التدريجات ولكن نحو اليمين، يعني في الجهة الموجبة. إلا خديت هذا العدد هذا مثلا، إذا نحو اليمين، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، هذا العدد شنو هو؟ زائد خمسة. هي خمسة، يعني خمسة هي المسافة عن الصفر. فاش كتبت هنايا، فاش كتبت المسافة عن الصفر، شنو تنعني بالمسافة عن الصفر؟ هذاك العدد بشحال بعيد على الصفر من تدريجة، بشحال بعيد على الصفر من تدريجة. هنا العدد خمسة بشحال بعيد على الصفر؟ هو هذا. غنحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، بعيد عليه بخمسة ديال التدريجات. هي هذه، هي خمسة، خمسة التدريجات. واش بعيد عليه عن اليمين ولا على اليسار؟ بعيد عليه عن اليمين. كنزيد كنقول راه زائد، زائد يعني عن اليمين. هاد العدد ثلاثة مثلا، هاد العدد زائد ثلاثة فين هو؟ هو هذا. بشحال بعيد على الصفر اللي هي المسافة عن الصفر؟ بعيد بواحد جوج ثلاثة، بعيد بثلاثة التدريجات. وعلى اليمين ولا على اليسار؟ على اليمين. إذا غندير زائد. إلا خديت العدد ناقص خمسة، هاد ناقص خمسة شنو قيدت أنا هنايا؟ قيدت خمسة، سميتها المسافة عن الصفر. يعني بشحال بعيد على الصفر هذاك العدد؟ بشحال بعيد على الصفر؟ بعيد بخمسة، بخمسة التدريجات. ولكن خاصني نعرف واش غنحسب خمسة على اليمين ولا نحسب خمسة على اليسار. شكون اللي تيعطيني باش نعرف واش نحسب على اليمين ولا على اليسار؟ كتعطيها ليا الإشارة ديال العدد اللي كتكون قبل منه. إذا إلا كانت عنده إشارة زائد، كنحسب على اليمين. دابا هاد العدد خمسة عنده إشارة سالبة، عنده ناقص، تيقولوا لي زعما حسب عن اليسار. بدا تحسب ولكن سير نحو اليسار. إذا غنحسب نحو اليسار، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. إذا هذه هي خمسة تدريجات نحو اليسار. شنو لقيت هنا؟ لقيت ناقص خمسة، عنده جوج، عنده خمسة وعنده ناقص. شنو كتعني خمسة؟ كتعني أن هذا العدد بعيد على الصفر، بعيد على الصفر بخمسة ديال التدريجات. وبعيد بخمسة ديال التدريجات نحو اليمين نحو اليسار؟ لا، نحو اليسار، نحو اليسار. إذا هاد الناقص كتعني واش على اليمين ولا على اليسار. وهاد الخمسة كتعني بشحال بعيد، كنحسبهم، كنحسب شحال من تدريجة بعيد. والزائد كتقول لي راه نحو اليمين، والياس ناقص كتعني لي راه نحو اليسار. إذا هاد الأمور مهمة غنحتاجوها في الحساب. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.